طيب نروح لكابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لفريق تنس الطاوله رجال في النادي الاهلي، نبارك له الاول ونهنيه على تحقيق البطوله العربيه. كابتن اشرف مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، الله يبارك فيك، ربنا اهلا يخليك. اهلا وسهلا، الف مبروك، انجاز جديد بتضيفه تنس الطاوله فرقه الرجال طبعا لدولاب بطولات النادي الاهلي. تكلمنا اكتر على البطوله وعلى مشوار النادي الاهلي فيها لغايه ما وصلنا لمنصه التتويج. طبعا البطوله بدات يوم 17، والفرق المجموعه بتاعتنا كان فيها ثلاث فرق اربع فرق. ايوه فرق من العراق، باشمهندس العراقي، حابب اكمل اتفضل يا فندم. ترتيب الفرق بالظبط. البشمركه والاردن الارثوذكس الاردني وفريق من سوريا، وبعد كده دخلنا دور الثمانيه، لعبنا مع العراق، فريق عراقي، وبعدين ربنا كرمنا كسبنا، لعبنا مع صار البحرين، وبعدين وصلنا النهائي لعبنا مع قطر. قطر وزرنا بعد، طبعا زي ما انتم شفتوا مباراة صعبة جدا، كانت مش سهلة، وربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نكسب بعد مباراة صعبة الحمد لله. نعرف كمان انه السيدات توجوا بنفس اللقب امبارح. الصوت مش واضح يا فندم. بقول لحضرتك انه فريق السيدات، فريق الاهلي السيدات امبارح توجوا بنفس لقب البطولة امبارح. الصوت مش واضح قوي، بس هو الفرقة كان عندها ماتش جامد امبارح، والحمد لله قدرنا نكسب فيه، والمره دي النهارده برضه قدرنا نكسب. حتى اللعيبه بتاعتنا، لعيب عمر عصر بتاعنا كسب اللعيب المحترف بتاع قطر القطري، وقبل كده برضه كسب اللعيب المحترف بتاع صار، والحمد لله نتيجه ممتازه عملناها بعد مجهود كبير بصراحه الفرقه بذلته، والحمد لله ربنا كرمنا كسبنا امبارح والبنات والنهارده اولاد. قائمه شرف ابطال الاهلي اللي حاول انجاز ده كابتن اشرف. ابطالنا الصوت مش واضح والله يا ولد. بقول لحضرتك قائمه شرف اسماء الابطال اللي حاول انجاز ده لفرقه النادي الاهلي. الصوت مش واضح، بس ابطال الفرقه طبعا. طيب انا بشكر أبطال حضرتك الفريق طبعا كلهم، واولهم اتفضل. انا بشكر حضرتك وهنحاول نتواصل معاك، يبدو ان في مشاكل في الصوت، هنحاول نتواصل مره تانية مع حضرتك كابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لفرقه تنس الطاوله بالنادي الاهلي رجال طبعا.